الفترة الجاية ممكن تشهد تخفيف القيود على عملية حركة رأس المال أو الحركة بين الدول بالنسبة للفلوس في السياسة النقدية. ده ضد مناخ الاستثمار. أكثر من مرة الشيخ صالح كامل وأكثر من حتى المستثمرين العرب طلبوا إن يبقى في حرية شوية في حركة الأموال. مش هنخترع العجلة، السياسات المالية في العالم كلها نعمل زيها بس مش عايزين أكثر من كده. إن شاء الله.